كوفي بين ولا كاريبو؟ عندنا دينارين ونص حق كل مطعم. اول شيء عندنا كوفي بين، هذا ايس فانيلا لاتي. قولوا بالكومنتس من راح يفوز. اوه صراحه يا جماعه حلو وايد ثلج. تنظف مره ثانيه. 9 من 10. 8 من 10. ما تحسونه قوي حيل؟ لا حلو. كاريبو لازم تنظف طالب مره. حاضر يلا انطر انطر. لا عادي ياخذ راحتك. هذا طعمه شوية مر، الثاني كان أحلى سويت. 7 من 10. طعمه حلو يعني حق كوفي وايد لذيذ. صح بس ما أحب مر. 7 من 10 يعني كوفي بين الفايز. لو تبون تشوفون الفيديو الكامل لينك بالبايو.